أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بانوراما تنموية. لا شك أن لطلب العلم فضل أعظم فيما نحن عليها اليوم من تقدم تقني في مختلف المجالات كالطلب والاقتصاد والاتصالات والتطور المعماري ووسائل النقل والصناعات المختلفة والتي سهلت الحياة للإنسان بشكل ملموس. ويمثل التعليم بعدا هاما في دولة الكويت وما تضمنته من خطط ومشاريع لتحفيز الطلبة والموظفين لإكمال الدراسات العليا لما له من عامل يساهم في استقرار وتقدم المجتمع. وحول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف معي في الاستديو رئيس جمعية الدراسات العليا الدكتور محمد عتيبي. دكتور محمد حياك الله معنا في برنامج بانوراما التنموية. الله يحييك وأنا شاكر لتلفزيون الكويت على هذه الدعوة الكريمة وهذه الاستضافة حتى وهذا البرنامج. شكرا عليكم كمعدين برنامج والطاقم الموجود في هذا البرنامج على هذه الدعوة الكريمة اللي من خلالها نقدر نوضح بعض المفاهيم وبعض النقاط اللي تخص الجمعية الكويتية للدراسات العليا. بإذن الله راح نتكلم بشكل تفصيلي ولكن أستأذنك للدكتور بفاصل قصير ونرجع إن شاء الله نبتدي معك الحوار. مشاهدينا الكرام دعونا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ولنا عودة من بعده بإذن الله تعالى. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وأيضا نجدد الترحيب في ضيفي الدكتور محمد العتيبي رئيس جمعية الدراسات العليا. الدكتور محمد حياك الله معنا مرة ثانية وودي أني أبتدي معك الحديث عن جمعية الدراسات العليا. لما نتكلم بالبداية كفكرة، متى أنشأت هذه الفكرة ومتى تطبقت على أرض الواقع؟ في البداية أنشأت جمعية الدراسات العليا بإشهار الجمعية بمرسوم 61,000 على 2019 بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية. تأسست الجمعية، منتسبين الجمعية حاصلين على الماجستير والدكتوراه. هذه الجمعية التي تضم نخبة كبيرة من خريجين الدراسات العليا وبرامجها المتعددة في جميع التخصصات الموجودة في الجمعية. نعم، دائما دكتور محمد كل جمعية يكون لها أهداف لها متطلبات خاصة. قبل ما نتكلم عن هذه الأهداف عن هذه المتطلبات نتكلم عن منتسبي هذه الجمعية، ما هي الشروط، ما هي الضوابط، ما هي المعايير المطلوبة لمنتسبي جمعية الدراسات العليا؟ طبعا احنا كجمعية الدراسات العليا يعني جينا نكمل مسيرة من قبلنا من الجمعيات السابقة، ويعني جمعيتنا شوية فريدة من نوعها، هي تخص أصحاب المؤهلات العليا خريج الماجستير وأيضا الدكتوراه الحاصل على مؤهلات عليا طبعا اعتمادها من التعليم العالي الكويتي وبعض اللوائح الموجودة بالجمعية البسيطة اللي ترتقي في منتسبين الجمعية وترتقي بالتعليم. دائما نقول أن أهدافنا تخص جمعية الدراسات العليا أهداف أكاديمية بحتة، العناية بالدراسات العليا والعمل على نشر الأبحاث، ودائما نرتقي في منتسبينا ونطالب بحقوقنا حقوقهم إن شاء الله وتعيين كوادرنا الكويتية في مؤسسات التعليم في جامعة الكويت وأيضا جامعة عبد الله السالم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وهناك الكثير من البرامج في جمعية الدراسات العليا من دورات تدريب متخصصة أيضا في التحليل الإحصائي وأساسيات البحث العلمي وبرامج كثيرة صراحة في جمعية الدراسات العليا. نعم دكتور، أيضا بنتكلم معك عن المجالات المطلوبة عندكم، في مجالات معينة ولا بشكل عام جميع الدراسات مطلوبة؟ يعني مثل ما قلت جمعية الدراسات العليا شوي فريدة من نوعها بحيث أن خريجين الدراسات العليا على كل التخصصات وكل الكليات، ولكن يعني فكرتها وأهدافها تتجه الاتجاه الأكاديمي اللي هو التدريس والتعليم وأيضا البحث العلمي وبجميع التخصصات في كل الكليات ينتسب للجمعية بناء على معايير وشروط وزارة الشؤون الاجتماعية. وأيضا في المستقبل إن شاء الله هناك توسع لجمعية الدراسات العليا إن شاء الله بعد فتح المجال في بعد ما صار بعد النجاح اللي حققناه الحمد لله يعني في السنوات الماضية في اتفاقيات مع دوائر الدولة ومؤسسات خاصة وبعض البرامج اللي إن شاء الله تكون في المستقبل راح نطرحها إن شاء الله في هذا العام والعام القادم إن شاء الله. نعم، دائما كل بداية فكرة دكتور وأيضا كل بداية جمعية نفع عام دائما تكون في معوقات، في تحديات تواجههم في البداية، ما هي التحديات اللي واجهتكم في البداية وإن شاء الله أنكم تعديتوها في الوقت الحالي؟
احنا الحمد لله يعني برامجنا هي شكلت فريق كامل، وانا من خلال اليوم تلفزيون الكويت احب ان اشكر اعضاء جمعيه الدراسات العليا ومنتسبين جمعيه الدراسات العليا والعاملين عليها، اللي ان شاء الله يعني صار معنا يعني تعدينا خطوات من العقبات اللي واجهناها، لكن يعني لابد ان يكون شغلات بسيطه ملموسه نواجهها كخريجين دراسات العليا. احنا نتمنى طبعا ان يكون خريج الدراسات العليا الاكاديمي الدكتور والدكتورة كوادرنا المستحقة انها تحصل فرص وظيفية في الجامعات بالكويت، جامعة الكويت، جامعة عبد الله السالم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حتى يكون لهم مكانة اجتماعية ومكانة تعليمية مرموقة ان شاء الله وتخص، وبالتالي الدكتور الكويتي او الدكتورة الكويتية اللي حصلت على هذا المؤهل في ارقى الجامعات وطالعة بحثة وتعبت دراسيا وحتى تحقق يعني رغبتها وشغفها في حبها في التعليم والتدريس في الكليات. نتمنى إن شاء الله يحصلون على وظائفهم المرموقة وإحنا معاهم قلبا وغالبا في الجمعية حتى نوصلهم إلى المستوى المطلوب اللي هم محتاجينه إن شاء الله. نعم، أيضا حنا نتمنى التوفيق للجميع، ولكن دكتور لو بنتقل معاك إلى أهداف هذه الجمعية، ما هي الأهداف الموجودة حاليا والأهداف أيضا المستقبلية بإذن الله تعالى؟ يعني اشتغلنا للأمانة على أهدافنا، حققنا جزء منها إن شاء الله والبقية في المستقبل إن شاء الله القريب. حققنا بعض الأهداف، طالبنا الكثير من المطالبات المستحقة لخريجين الدراسات العليا، قدمنا اقتراح بقانون لإخواننا أعضاء مجلس الأمة وإن شاء الله راح نعيد هذا الاقتراح مرة ثانية في السنة القادمة، أن يكون أمورهم المالية تكون يعني موازية لبعض التخصصات الكوادر، يعني 200 دينار الماجستير و400 دينار، وإحنا نتمنى لهم كل خير إن شاء الله وأرقى من المبالغ هذه وأعلى منها إن شاء الله، لكن نتمنى أن يكون بعض خدماتنا تؤدي الغرض المطلوب إن شاء الله في جمعية الدراسات العليا وخريجين الدراسات العليا سواء كان منتسب للجمعية أم الجهات الأخرى. نعم، ذكرت أيضا نقطة مهمة اللي هو تقديم مقترحات لمجلس الأمة، يعني لو نبي نتكلم معك دكتور محمد اليوم عن ترتيب هذه الأولويات، هل الترتيب راح يكون نفسه أيضا في مجلس الأمة إن شاء الله القادم أمة 2024 ولا تغيرت هذه المطالب بعض الشيء؟ احنا ان شاء الله يعني خلنا نقول مقدمين ان شاء الله على لقاء مع معالي وزير التربيه ان شاء الله، راح نقدم ان شاء الله لمعالي وزير التربيه طبعا برنامج وخطه ان شاء الله ترتقي بمستوى التعليم بالكويت، وراح نحط النقاط على الحروف المطلوبه في بعض طبعا ما واجهنا من خلال الفترات الماضيه من مشاكل، وان شاء الله هذه المشاكل نعديها، فلدينا اقتراحات وحلول ان شاء الله راح نوصلها وزير التربيه، ونتمنى ان شاء الله في المرحله القادمه هذه الاقتراحات يتم اقرارها حتى يتسنى للجميع الدراسه وتكمله تكمله الدراسات العليا وخريجين الدراسات العليا يعني يحصلون ما في رغبتهم من وظائف أكاديمية وتربوية. نعم، لو بنتقل معك أيضا إلى الشراكات وأيضا المشاركات مع التعليم العام والخاص، هل لديكم أي مشاركات معهم أو إلى الآن لم يوجد؟ إحنا الحمد لله يعني وقعنا اتفاقيات وبرامج مع المؤسسات الدولة وأيضا مع القطاع الخاص، يعني أنا أذكر آخر اتفاقياتنا كانت مع رابطة أعضاء هيئة تدريس في كليات تطبيقية لما لها دور مهم في الأفكار وتبادل الخبرات، وأيضا في اتفاقيات دولية صراحة يعني مميزة، يعني خلني أذكر جزء بسيط منها حتى يعني إذا الوقت ما لحقنا، يعني اتفاقية مع اتحاد الجامعات العربية، هذا الاتحاد اللي يضم نخبة كبيرة مئات الجامعات منتسبة له، وأيضا اتفاقية مع جامعة قطر، وأيضا دخولنا كعضو في الشبكة الأكاديمية للحوار التنموي في جامعة قطر، هذه البرامج الدولية اللي تبادل الخبرات من خلالها وتبادل الأفكار وعمل برامج نستفيد من خلالها إن شاء الله في المرحلة القادمة في الكويت. يعني ذكرت أيضا يعني تبادل الخبرات وذكرت أيضا مشاركات وأيضا يعني اتفاقات سواء كانت بالخارج أو في داخل دولة الكويت، دائما هذه الأمور تعود بالنفع إلى الجمعية بشكل عام، يعني بالنسبة لجمعيتكم كانت تعود بالنفع بالأمور الإدارية أو المالية أو حتى الثقافية؟ طبعا يعني احنا خلنا نقول احنا كوننا او قدمنا اخر مؤتمر علمي دولي شارك فيه يعني 13 رئيس جامعه
وكان هذا المؤتمر خلني أذكر شنو راح يصير بعد الموافقة، بعد تقديم الأبحاث العلمية وبعد ما قدمنا من خلال برامجنا. قدمنا مؤتمر علمي في جامعة الكويت في الشتادية، فكانت أول المؤتمرات العلمية الحمد لله، شارك فيها 13 تقريبا رئيس جامعة إلى 14 رئيس جامعة من خلال جامعات خليجية وعربية، من جامعة قطر، جامعات من السعودية ومن الإمارات ومن البحرين. فهذا المؤتمر كان مؤتمر علمي بحت، بحيث أن فيه معايير لتقديم الأبحاث العلمية ولجنة التحكيم وشروط لهذا المؤتمر. كان أول يوم لكوادرنا الكويتية قدموا أبحاثهم للكويت، واللي حاب يعرض البرزنتيشن نفس اليوم. وكان ثاني يوم كان أونلاين لما خارج الكويت. هذه الأبحاث اللي خرجنا من خلال المؤتمر في توصيات وحلول لحل بعض المشاكل في مؤسسات الدولة وبرامجها، وقدمناها لمؤسسات الدولة وقدمناها لبعض المؤسسات اللي من خلالها تقدر تستفيد من هذه الأبحاث وتعالج بعض المشاكل فيها. نعم، دائما الحديث معك شيق دكتور محمد، ولا أنا أستأذنك بفاصل قصير ونرجع إن شاء الله نكمل هذا الحوار الشيق. مشاهدين الكرام، ركيزة البيئة المعيشية المستدامة والتي أيضا تعد من ركائز خطة التنمية الكويتية انطلقت في دولة الكويت، ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني وقطاع الخدمات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية، ورشة العمل الدولية الخاصة بالخدمات المناخية وتأثيرات التغير المناخي على الجوانب الاقتصادية والبيئية والصحية والطاقة، بمشاركة محلية وخليجية وعربية ودولية. وناقش أيضا المختصون في مجال الأرصاد الجوية التأثيرات المتعددة للمناخ على اقتصاديات الدولة والطاقة والصحة، بما يساهم في دعم اتفاقيات التغير المناخي العالمي. دعونا نتابع هذا التقرير ولا نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأيضا أجدد الترحيب بضيفي في الاستديو الدكتور محمد العتيبي رئيس جمعية الدراسات العليا. دكتور محمد، وقفنا عند نقطة تبادل الخبرات ما بين الدول سواء كانت خارج الكويت أو حتى داخل الكويت، بنتكلم معك عن التعليم الإلكتروني اللي شفنا توجه كبير له في الآونة الأخيرة، رأيك وكيف تقرأ هذا المشهد بالنسبة للتعليم الإلكتروني؟ طبعا أعيد يعني على موضوعنا السابق، أن مؤتمرنا كان عن التعليم الإلكتروني، وأيضا التعليم الإلكتروني مهم بالكويت، لكن يعني يحتاج بعض التعديلات البسيطة إن شاء الله. فالتعليم الإلكتروني هو أتوقع إن شاء الله في المرحلة القادمة راح يكون توجه كل الدول على التعليم الإلكتروني، ولكن احنا نتكلم على التعليم العام أو الدراسات العليا بالأخص. أيضا أعتقد أن مثلا بعض التخصصات يحتاج لها حضور، يعني في مثل الهندسة والأمور الطبية يحتاج لها حضور. فالتعليم الإلكتروني يقدر نقول أنه مكمل للتعليم التقليدي. أيضا لو كان يعني أنا برأيي أنه يبدأ مرحلة من المرحلة الابتدائي، أن يبدأ التعليم الإلكتروني معهم حتى لو في مراحل مثلا المنزلية مثلا. بالنسبة للمرحلة الابتدائية دكتور، يعني أعتذر عن المقاطعة، راح تكون مثلا عن طريق مثلا أونلاين في التقوية ولا في أيضا الفصول؟ يعني أو في لو شبكنا التعليم الإلكتروني مع التعليم التقليدي حتى يكون هناك يعني استمرارية، بحيث أن هناك مشاكل في التعليم الإلكتروني، تيمز وغيره من البرامج، لابد أن الطالب يكون متدرب على هذا التعليم الإلكتروني ويكون باستمرارية يومية أو شبه أسبوعية في التعليم الإلكتروني حتى لا ينسى يعني بعض أو المشاكل اللي راح تكون فيها في المستقبل. يعني مرحلة الابتدائي ما تكون مثلا صعبة للطالب مثلا استيعاب مثل هذا البرنامج وكيف التعامل معه في المستقبل، سواء كان في الدراسة أو حتى في تقديم الاختبارات عن طريق الأونلاين؟ أعتقد مع الممارسة راح يسهل كل شيء، يعني ومع البرامج راح تكون بالعكس طلبتنا مجتهدين إن شاء الله. وإذا بدينا معهم بداية يعني مثل ما أدخلنا عليهم يعني اللغات في مراحل السنية، فنقدر لو دخلنا عليهم ايضا تعليم الكتروني طبعا بصفه جزئيه، يعني انا اؤيد ان ورايي انه يكون يعني صراحه يستمر معاهم حتى السنوات القادمه. نعم دكتور، بما انك قريب من المشهد الدراسي بشكل عام، يعني هل ترى الشغف كبير من قبل الطلاب وايضا الموظفين للدراسات العليا وايضا للالتحاق في الجمعيه العليا للدراسات؟ احنا طلبتنا ما شاء الله بالكويت متميزين للأمانة، فاحنا ما نبي نتكلم عن طلبة الدراسات العليا، احنا نتكلم على خريجين الدراسات العليا، ولكن طلبة الدراسات العليا يواجهون مشاكل كثيرة صراحة. يعني ما في برامج بالكويت، يعني جامعة وحيدة، ايضا في جامعة اللي هي جامعة عبد الله السالم، وايضا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فطبعا التخصصات قليلة
ومحدودة. احنا ما نبي نتكلم عن تكملة الدراسات العليا، انا بتكلم عن مشاكل اللي هي خريجين الدراسات العليا اللي حملت الماجستير والدكتوراه ايضا. طبعا طالب الدراسات العليا او خريج الدراسات العليا لما يتخرج يبي يحصل على وظيفه اكاديميه، اكثر التوجهات يعني احنا منتسبيننا بالجمعيه اكثرهم يرغبون في التعيينات في جامعه الكويت وجامعه عبد الله السالم والهيئه العامه للتعليم التطبيق والتدريب، فنتمنى انها تفتح ابوابها لخريجي الكويت من الكوادر الكويتيه اللي ما شاء الله تخرجت من افضل الجامعات المرموقه الدوليه العالميه المعتمده واللي خرجوا بعثات ايضا على مؤسسات من مؤسسات الدوله. نتمنى يكون لهم كان إن شاء الله لسد حاجات الدولة، يعني حاجات الجهات المعنية أو المؤسسات الأكاديمية. جامعة الكويت في حاجة، وأيضا جامعة عبد الله السالم في حاجة. الشعب المغلقة دائما يعني نواجه أزمة فيها، فإن شاء الله نكون في المراحل السنوات القادمة. وحتى لو توسعنا في الكليات أيضا شمال وجنوب الكويت أيضا هذا بالعكس يعني يتيح الاختيار لطلبتنا، والتوسع إن شاء الله يرتقي في مستوى التعليم بالكويت ونسكر حاجاتنا اللي هي النواقص اللي موجودة من ضمن حاجاتنا الكويتية أو كوادرنا الكويتية الموجودة. نعم. أيضا دكتور لو بنتقل معاك إلى الدورات، دائما أنت ذكرت من قبل قليل لكم دورات ولكم ندوات ولكم ورش أيضا تدريبية، هل هذه الورش التدريبية وهذه الدورات تكون على مدى العام أو في فترة معينة من العام؟ يعني عندنا بالجمعية الدراسات العليا أيضا دورات التدريبية شبه يومية نقدر نقول على المستوى الجمعية. في هناك دورات متخصصة لنقدر نقول أساسيات البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا أو خريجين الدراسات العليا، والتحليل الإحصائي أسبوعيا تقريبا. هناك ورش عمل وهناك يعني ندوات ولقاءات، و يعني في الجمعية آخر ندوة بالجمعية أحد الندوات أو حلقات النقاشية كانت عن الشعب المغلقة والمشاكل، وكانوا عمداء كليات موجودين وأساتذة بالجامعة، وما شاء الله يعني دار الحديث حول بعض المشاكل الموجودة وتلقاها المتلقي، وإن شاء الله نعمل على حلولها في الأيام القادمة ونستفيد من هذه الخبرات الموجودة إن شاء الله في ندواتنا ودوراتنا. نعم. بالنسبة للأفكار دكتور محمد، يعني يتم فقط استقبالها من منتسبي جمعية الدراسات العليا، أو حتى بالإمكان أن يتم استقبال هذه الأفكار من خارج الجمعية، مو بس محصورة فقط على اللي يمتلك الدراسات العليا وفقط على مستوى الجمعية؟ بالعكس، احنا نرحب بالجميع أيضا من خارج الجمعية، ودائما ضيوفنا يكونون دائما من خارج الجمعية، من جامعة الكويت ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سواء أكاديميين. بالعكس نرحب في كل من يشارك معنا في برامج سواء حلقات نقاشية أو ندوات أو دورات حتى نستفيد منها إن شاء الله، والاستفادة للجميع إن شاء الله تعود بالنفع العام على المجتمع وعلى الدولة. نعم. شنو أهدافكم المستقبلية دكتور محمد؟ هل فقط راح تستمرون على هذا النحو بالنسبة للدورات والمشاركات سواء خارج أو دولة الكويت، أو حتى في تذليل العقبات بإذن الله في الأيام القادمة؟ إن شاء الله أهدافنا في المستقبل راح تكون إن شاء الله ستيب باي ستيب على مستوى ما نملك من قدرات، وما شاء الله القائمين على الجمعية قادرين إن شاء الله أن يقدمون أفضل. ما شاء الله أنشأنا مجلة الجمعية الكويتية للدراسات العليا، هذه المجلة التي يتم نشر فيها الأبحاث متخصصة في البزنس، وتم اعتمادها و ترخيصها من وزارة الإعلام بالكويت، وتم أخذ الرقم الدولي ISSN، وما شاء الله يعني تم نشر الأبحاث فيها في بعض المؤتمرات، واليوم يعني ما شاء الله في بعض الجهات الدولية تخاطبنا وينشرون أبحاث بالكويت، وأيضا تم اعتمادها من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. هذه المجلة اللي ما شاء الله يعني يستفيد منها الأكاديميين. نعم. في جمعيات دكتور محمد يتم دعمها، وفي جمعيات تدعم جمعية الدراسات العليا، أي جانب تكون دائما موجودة في جانب أنها تدعم في شرائح معينة من المجتمع الكويتي، أو حتى يتم دعمها أيضا لدوراتها ولا حتى مشاركاتكم اللي ذكرتها أتوقع يحتاج لها دعم؟ بالعكس يعني شيء جميل، يعني لما نشارك في جهات الدولة احنا ندعم بكل جهد ما نملكه في جمعية الدراسات العليا، سواء الإرشاد، التوجيه، البرامج، كل هذا نقدمه لخريجين الدراسات العليا. وإحنا يعني اليوم ما فتحنا هالجمعية وما أسسنا هذه الجمعية أنا وأخواني الزملاء إلا لمساعدة منهم يعني يستحقون أن يكونون في بعض الجهات الموجودة بالدولة، ويكونون إن شاء الله أخذوا حاجتهم من هذه الجمعية من ناحية صقل مهاراتهم في الدورات التدريبية
وورش العمل والبرامج اللي تكون في موجودة في الجمعية، وأيضا مشاركاتنا الخارجية ومشاركاتنا الداخلية على حسب يعني يكون الجهات الموجودة في هذه البرامج هي من تحدد المشاركة أيضا بناء على العنوان أو بناء على أيضا البرنامج التدريبي أو البرنامج المؤتمر اللي موجود في هذه الجمعية. نعم دكتور، في جدول زمني للأهداف ولتحقيق هذه الأهداف، وأيضا في جدول بشكل عام لمشاركات مثلا لهذا العام للجمعية على مستوى الجمعية وأيضا حتى لو كان على المستوى الداخلي أو حتى الخارجي من دولة الكويت؟ احنا كل فترة بالجمعية يجتمع مجلس الإدارة ويتم تحديد يعني بعض البرامج الموجودة والمشاركات الموجودة بناء على الفترة القادمة المرحلة القادمة. يعني أذكر أن حتى الصيف الماضي يعني لم توقف الجمعية في برامجها الثقافية والاجتماعية. أيضا الله يجزاهم خير الموجودين صراحة مكفين يعني ومغطين الواجب اللي عليهم ومشاركتهم الفعالة دائما، وهذا حبهم وشغفهم هم اللي يخليهم يعطيهم هذا العطاء للأمانة. فنتمنى منهم إن شاء الله زيادة من العطاء ويستفيد منهم أيضا المجتمع والدولة. نعم ذكرت من قبل قليل دكتور محمد إن صح التعبير تم إنشاء الجمعية في عام 2019. نعم يعني تقريبا تأثرتوا في أزمة كورونا أم يعني ما أثرت عليكم بالشكل القوي وكان في طريقة أخرى للتواصل عن طريق الأونلاين أو عن طريق حتى التواصل الاجتماعي؟ بصراحة بدايتنا كانت بكورونا بداية يعني واجهناها واشتغلنا على الأونلاين في برامجنا، والحمد لله يعني تم تغطية الواجب المطلوب. وبعد مرحلة كورونا بالعكس حولنا برامجنا أكثرها يعني في الجمعية وفي قاعات الجمعية، وأيضا أحيانا نكون نحتاج إلى الأونلاين موجود حاليا. يعني مؤتمرنا السابق المؤتمر الأول لجمعية الدراسات العليا كان أول يوم حضوري وثاني يوم كان أيضا للمتقدمين أونلاين. نعم بالنسبة أيضا للجمعية دكتور فيها عدد معين تقدرون تكتفون فيه مثلا وتقول مثلا هدف الجمعية تقريبا وصل إلى مكانه الذي هو يستحقه، أم راح تكتفون في عدد معين أم راح يتم مثلا فتحه بشكل عام؟ بالعكس احنا بالجمعية نرحب في كل المنتسبين وكل من لديه فكرة وكل من لديه اقتراح في الجمعية يعمل عليه ويقدم هذه الفكرة لمجلس الإدارة ويتم العمل بها. بالعكس برامجنا إن شاء الله في المرحلة القادمة راح تزيد أكثر من البرامج السابقة بناء على هذا النجاح. أنا أشوف أنه نجاح يعني الفترة السابقة. نرحب بالجميع، أيضا الأعداد في تزايد، هذا كله بسبب جهود الموجودين في هذه الجمعية. نعم أنا وصلت معك إلى نهاية حواري اليوم معك في هذه الحلقة دكتور محمد، وإن شاء الله دائما نلتقي معك في فرص سعيدة ومناسبات سعيدة أيضا تفيد وتسعد جميع شرائح المجتمع الكويتي. كل الشكر لك دكتور محمد العتيبي رئيس جمعية الدراسات العليا على وجودك معنا في برنامج بانوراما تنموية. الله يسلمك. احنا بننبه بعد يعني على النقطة إن شاء الله احنا متأملين خير إن شاء الله في المرحلة القادمة إن شاء الله، سواء جامعة عبد الله السالم الجامعة الحديثة اللي سمعنا عنها ان كل خير ان شاء الله، واحنا نتساءل يعني الجامعة حيث مجلس التأسيسي اعتقد فيه استقالات في المرحلة السابقة، نتمنى ان شاء الله يكونون يبذلون كل الجهد ان نتعاون معاهم، واحنا نتساءل انه يكون حتى يعني طلبة جامعة عبد الله السالم ايضا المسجلين بكريوس في المستقبل هل يستحق او هل يقدر يعني يسجل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، حيث ان سمعنا ان الجامعة لم تصدر مرسوم بكلية فالجامعة قبلت الطلبة 400 طالب. فاحنا نتمنى ان شاء الله السنة القادمة يكون اكثر قبولا، وهذا هو الطلبة الموجودين، هل الطلبة بناء على مجلس تأسيسي بناء على برامج موجودة. احنا نتمنى يكون في يعني قرارات ان شاء الله في المستقبل نسمع أن في كليات حتى تغطي الطلبة في مستوى تعليمي إن شاء الله مستقبلي جيد، وإن شاء الله نشوف لوائحهم وأنظمتهم تقدم ويعرضون ما لديهم من تبني أعضاء هيئة التدريس وإعلان عن المرحلة القادمة عن قبول أعضاء هيئة التدريس من كوادر الكويتية القادرة على سد الحاجات الموجودة إن شاء الله والنقص الموجود. نتمنى كل خير إن شاء الله، والله يعطيكم العافية. الله يعافيك وما قصرتم. تحقق كل مطالبكم لكل ما يصب في مصلحة دولة الكويت وأيضا يصب في مصلحة المواطنين بشكل عام. كل شكر لك دكتور محمد العتيبي رئيس جمعية الدراسات العليا على وجودك اليوم معنا. الله يسلمك، تشرفنا بوجودك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بانوراما تنموية، على أن نلتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، دمتم في أمان الله.